السلام عليكم ورحمة الله. مري بغزة يا طيور كرامتي، وتمردي عصفا بكل صموت. ذي أمة الإسراء وحدا صوتها خلف الأبي يقول لست تموتي. بهذه التحية إلى شامنا وإلى غزة الإباء وإلى فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى بحرها، بأسيراتها وأسراها الأطفال، بالقيم الموجودة فيها، بقيم التضامن ما بين هذه الأمة على اختلاف جغرافياها، بالحشود البشرية التي تواجه حشودا بشرية مقابلة، بنشاط برلماني عربي وزاري تجمهري واسع. نبدأ هذه التحية مشفوعة بالأمل والهمة، فحيهلا بكم معنا. أتراك وأهسكا، ومرحلة من البطش الروسي ما بين تجبر ستالين ومسح الهوية التركية من تلك المنطقة. عربات الموت والتهجير القسري، رحلة في عمق الذاكرة. بعد قليل. مأساة الإنسان، رحلة عذاب ممتد بسبب نزاعات السياسة وتعارض الرؤى. يعيشون في الصحراء ويسكنون الخيام منذ عقود، ويبحثون عن مغيث أو من يشعل لهم مشعل أمل. الهلال الأحمر الصحراوي وجهوده الإغاثية، بعد قليل في الألوان السبعة. ونبدأ بهذه القراءة التاريخية، هذه القراءة التي هي مفعمة بحكايات التاريخ وأيضا مفعمة بالآفاق التي لا بد من إعادة قراءتها. أتراك أهيسكا مثلهم مثل الكثير من الشعوب التي هجرت من أوطانها بسبب الحروب وتدافعات السياسة، لا بد من إعادة فتح ملفهم كملف اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين الذين هجروا من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى غيرها. هذه الملفات الشائكة أحببنا أن نسلط الضوء عليها اليوم من خلال أتراك أهيسكا الذين حملوا قصرا في عربات الموت وتم نفيهم من أوطانهم، وأيضا نسيتهم المنظمات الدولية والحقوقية على مدار عقود. يسعدنا هنا أن نستضيف رئيس وقف أتراك أهيسكا الأستاذ محمد أوز. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم، أشكركم. سنبدأ معكم أستاذنا الحبيب، ولكن بعد أن نعرض على مشاهدينا الأكارم هذه القراءة لأهيسكا وأتراك أهيسكا جغرافيا وسياسيا وتاريخيا. أتراك أهيسكا هو اسم يطلق على الأتراك المسلمين الذين يسكنون في منطقة ميسهتي لجورجيا، ويسمى الروس في هذه المنطقة بميسهتيا، ولذلك يتم تسمية الأتراك هناك بأتراك ميسهت. تم إجبار أتراك أهيسكا على الركوب في العربات المغلقة للقطار خلال ساعتين بأمر من ستالين، بشرط ألا ينزلوا من القطار حتى يصلوا إلى المكان الذي يذهبون إليه، وتم نفيهم إلى آسيا الوسطى وإسكانهم في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان. وظهر في الأرشيفات التي أعلنت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أن هذا النفي هو جزء من العملية التي قام بها ستالين لتنقية شواطئ البحر الأسود من الأتراك. هذا النفي الذي سجله تاريخ البشرية كأحد أكثر الحوادث حزناً جعل عشرات الآلاف من أتراك أهيسكا بلا وطن، ولم يستطع الكثير من أتراك أهيسكا أن يتحملوا شروط النفي. ويتحدث سادي أشرف أغلو الذي شهد وعاش تلك الفترة في ذكرياته عنها فيقول: في عربات الشحن القديمة التي تم عبرها هذا السفر أصبح الشيوخ والمرضى والأطفال خاصة بائسين تعيسين من الجوع والبرد، والنساء والشيوخ الذين لم يستطيعوا قضاء حاجتهم بسبب عدم وجود المراحيض في العربات فارقوا الحياة نتيجة تفجر مثاناتهم. في نهاية السفر مات 86 شخصا من أصل 96 شخصا من قريتنا، كل ذلك فقط بسبب التجمد. وأما من الأشخاص العشرة الباقين فكان 6 منا فقط يستطيعون الوقوف. وبعد سفر استغرق أكثر من شهر وصلنا إلى ولاية نمنغان رايون في أوزبكستان.
ويسعدنا هنا أن نجدد الترحيب برئيس وقف أتراك أهيسكا الأستاذ محمد أوز. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في الألوان السبعة. أستاذنا شاهدنا في التقرير حقيقة العديد من الفظائع التي نسيها هذا الجيل أو لا يعرفها أصلا، ولذلك أحببنا أن نسلط الضوء على هذه القضية. من هم أتراك أهيسكا؟ نعم، قبل أن أدخل في موضوع أتراك أهيسكا يجب علي أن أقول أننا نحن كوقف أتراك أهيسكا نريد أن ندين أعمال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل وهذا العدوان على قطاع غزة بأفضل وأشد وأقصى العبارات، وكما نعود إلى الموضوع الذي سنتكلم عنه، ليس هناك فرق بين أتراك أهيسكا والظلم الذي وقع عليهم بل الظلم الذي توقعه إسرائيل على إخواننا في غزة، وبالتالي نحن ندعو لهم بالرحمة لشهدائهم والشفاء لجرحاهم. أشكرك على هذه الروح الطيبة. لأننا نحن وقعنا عن الشجرة، وبالتالي الذي يقع من الشجرة يفهم الذي وقع الشجرة، الذي ترك لوحده يفهم الذي ترك لوحده وظلم. نحن قبل 68 عاما كما أظهرتم في تقريركم، في ليلة ظلمة في منتصف الليل دخلت العربات الروسية واعتقلت الكثير وخذونا قصرا وعنوة إلى القطارات، وخلال 48 عاما جمعونا كلنا من كل القرى تلك، ولم نكن نعرف، كنا نتساءل أين تذهبون بنا، لم يجيبوا على أسئلتنا، أخذوا أمهاتنا أسارى بين أيديهم حتى لم نستطع أن نجهز أي شيء، لم نأخذ معنا أي شيء من احتياجاتنا أو مالنا وأشيائنا، وأخذونا إلى مركز أهيسكا، ثم بعد ذلك وضعونا قصرا وعنوة في القطارات، وبالتالي في قناة منطقة القوقاز، وكل الظلم هذا الذي وقع هو ظلم وقع على كل المسلمين وكل الأتراك، وبالتالي نحن أيضا نرى أن ما الذي حصل بنا؟ أولا أن نحن كمسلمون شعب واحد وأمة واحدة، ثانيا لأننا أيضا قريبون من حدود تركيا، ولذلك أوقعوا علينا كل هذا الظلم ونفونا من مناطقنا، أخذونا من هذه المناطق، ولأننا خدمنا تلك الدول كثيرا كمكافأة لأننا نفونا عن أراضينا، وبالتالي أخذونا بطرق وظروف صعبة جدا وفي مراكب معينة في البحر، وخلال شهر ونصف تقريبا حوالي 90,000 منا أرسلوا إلى هذا النفي، حوالي 20,000 منا استشهدوا وقتلوا في الطريق من أصل 90,000. 20,000 من أصل 90,000، أستاذنا الكريم هذا رقم خيالي كبير جدا. لماذا أراد ستالين أن يبسط القوة على هذه البقعة الجغرافية برأيك؟ لماذا أراد أن يهجركم من أهيسكا؟ نعم، كما تعرفون كان هناك توازنات معينة في السياسة الدولية، الرجال والذكور من كانوا يحاربون ضد ألمانيا معلوش، ونحن في أهيسكا كما ربما الكاميرا تستطيع أن تريكم ذلك، نحن في تلك المنطقة منطقة أهيسكا الرهان والكسوف بعيدون عن تركيا فقط 15 كيلومتر، نحن أتراك ومسلمون، وبالتالي خافوا أن نكون مصدر إزعاج أو قلاقل لهم، وبالتالي حاطونا وحاصرونا وأرادوا أن يعطوا مناطقنا للأرمن أو غيره، وبالتالي مشكلتنا وذنبنا أننا أتراك ومسلمون، وبالتالي أرادوا أن يفرغوا تلك المنطقة من هذا العنصر التركي المسلم، وبالتالي أرادوا لنا أن نموت أو أرادوا لنا أن ننفى، وبالتالي حتى القطارات التي نقلنا بها كفت لأن تقتلنا وأن تقتل الكثير من أطفالنا ونساؤنا، لم يستطيعوا احتمال كل هذه الرحلة، وأصبحت هذه القطارات التي نحن صنعناها بجهدنا وعرقنا أصبحت هي التي تأخذنا إلى المنفى، إلى أوزبكستان، إلى قرغيزستان، إلى كثير من هذه الدول، وكأننا بضائع حملوها في هذه القطارات بطريقة مفاجئة وقسرا وعنوة، وبالتالي وزعونا على أكثر من 4,000 مكان ومنطقة، وزعونا حتى لم ينفون إلى مكان واحد حتى، وبالتالي منعونا خلال 15 عاما أن نزور بعضنا من قرية لقرية، البعض مثلا عند يريد أن يتزوج يذهبون من قرية لقرية ليتزوج، كانوا يأخذون العروس ويقتلونها. عذرني جدا أستاذنا الكريم، هنا يعني لابد من توضيح الصورة للمشاهد الكريم. حملوكم في العربات، بمعنى قاموا بشحن هذه القرى بمن فيها في عربات
وقسموا العائلات ثم بعد ذلك شردوكم كل عائلة إلى منطقة وكل إنسان هنا، هذه العروس هنا والعريس في منطقة، الوالد هنا والأبناء في منطقة أخرى في أوزبكستان في قرغيزستان بهذه الصورة؟ هكذا بالتحديد، حتى أنه أكثر من ذلك لم يقولوا لنا إلى أين يأخذوننا، إلى قرغيزستان أو أوزبكستان أو المنطقة. كان هناك مواقف صعبة جدا قبل قليل كما ذكرنا، بعض العرائس مثلا كان هناك مشكلة، كان البعض منهم توفي خلال الطريق وخلال النقل لأنهم لم يستطيعوا أن يفرغوا ويقضوا حاجتهم الطبيعية. مثلا هؤلاء النساء والكبيرون في السن، الرضع والأطفال، كل هؤلاء لم يستطيعوا أن يتحملوا كل هذه المناطق التي تذهبوا المناطق بعيدة جدا، وبالتالي كان هناك خلال النقل نفسه كان لدينا كثير من الأموات، من العطش، من الجوع، من نقص الأدوية للرجال الكبار والنساء، وكانوا يرمون هنا الذين يقتلون أو يموتون كانوا يرمونهم من العربات. وبالتالي كما ذكرت قبل قليل 20,000 من أصل 90,000 توفوا على هذه الطريق، وبالتالي وزعونا عشوائيا على أي منطقة في قرغيزستان في أوزبكستان، كثير من المدن والقرى لم نكن نعرف لأين نذهب حتى، وبنعوا الزيارات بين القرى التي نفينا إليها 15 عاما. بعد ذلك هناك أيضا أمر مهم جدا، القوقاز كما تعرفون منطقة باردة جدا، وهناك الصقيع وثلج، وكانوا يأخذوننا ويذهبون بنا إلى أين؟ إلى أوزبكستان أو مناطق أخرى أكثر دفئا. وبالتالي الكثير من الكبيرين في السن الذين لم يستطيعوا التكيف مع الطقس ماتوا من هذه الظروف. مثلا الكثير من الرجال والذكور عندما كانوا يذهبون من منطقة لمنطقة كما تعرفون كلهم وقعوا وسقطوا شهداء على هذا الطريق، والكثير منهم عندما عادوا إلى أهسكا وجدوا أن أهسكا خراب. هل تشتتتم بعد هذا الشتات في الجغرافيا الممتدة أستاذنا الكريم؟ هل نسيتم أهسكا؟ هل تفكرون بالاندماج في المجتمعات التي أنتم فيها حتى على مستوى تركيا، أم أن لكم حقا في أهسكا ستعودون إليه؟ كما قلت قبل قليل كان هناك ثلاث خصائص لأهل أهسكا. أولا أنها بعد هذا النفي كنا قبل ذلك ملة واحدة وأمة واحدة، الآن نحن كما نقول لإخواننا في فلسطين أنهم على الأقل لديهم دولة محتلة، لديهم أراضي فلسطينية محتلة، نحن لم يكن لدينا أرض، حتى الآن لم نعد إلى أرضنا. الأمر الآخر الثانية أو الخصائص الثالثة كما ذكرت قبل قليل، كثير من العائلات لم تستطع أن تجتمع مع بعضها البعض بعد ذلك، الأب في مكان والابن في مكان والبنت في مكان، ربما بعض العائلات تعيش في ثلاث دول مختلفة. وبالتالي بالتالي نحن نفينا ولكن لم نستطع أن نرجع. الآن ربما أحد أهم خصائصنا نحن كأهل أهسكا وكوقف نحن الآن ما زلنا نقول أن هذا وطننا الأم، المنطقة التي نفينا إليها، المنطقة التي ذهبنا منها من الأناضول وما شبه، الآن نعود ونريد أن نعود إلى أهسكا كما أرسلونا هناك، نريد أن نعود. نحن بقينا 400 عام تحت حكم العثمانيين ومعهم كأخواننا، والآن ما زلنا نقول بعد هذه الحرب العالمية الأولى والثانية تعرضنا لظلم الكثير. لماذا؟ لأننا مسلمون، وبالتالي كل الأمة المسلمة عليها حق أن تدعمنا وأن تهتم بأمورنا. وبالتالي هذا هو سبب غضب الروس منا ونفيهم لنا، هو أننا أتراك مسلمون، الكثير من الذين نفوا لم يستطيعوا أن يعودوا إلى أراضيهم. وبالتالي نتكلم عن 5 محافظات أو أقضية موجودة في أهسكا، لحد الآن لم نستطع أن نعود إلى مناطقنا. حاولنا كثيرا وبذلنا جهودا كبيرا، حاولنا التقدم إلى الاتحاد الأوروبي، حاولنا أن نضغط على اليونان وغيرها من الدول، قرغيزستان وغيرها. في عام 2007 استصدر هناك قانون في قرغيزستان، قانون العودة، ولكن لم يكن هناك إمكان لأنهم وضعوا لدينا حدود كثيرة. إذا سألتوني من يعيش الآن هناك، هناك يعيش الأرمن وغيرها من الشعوب. تم تفريغ المنطقة الجغرافية كاملة، هذه حقيقة مأساة كبيرة جدا، وربما تكون رسالة أمل للذين لم يعيشوا مثل هذه الحالة. ربما هناك من هم أصعب من حالة كثير من الشعوب التي تعيش الآن ظروفا من المأساة أقل من أتراك أهسكا. أستاذنا الكريم، هل من المفيد اليوم أن نفتح هذا الملف؟ هل من المفيد اليوم أن نتذكر هذه المعاناة؟ هل من المفيد أن نطرق أبواب المؤسسات الدولية التي نسيتكم على مدار أكثر من 60 عاما، 6 عقود كاملة من التناسي لأتراك أهسكا؟ ما أهمية أن نفتح الملف اليوم؟
كما تعرفون فأن التاريخ مهم جدا، ودراسة التاريخ لأخذ العبرة. نحن نتكلم لأخذ العبرة من هذا الموضوع، ثم لأمر آخر أيضا، لأن نحن ندين العالم وندين الاتحاد الأوروبي وأوروبا، لأنه نعم الأرمن ربما كان لديهم بعض المشاكل عبر التاريخ، ولكن انتقلوا من مدينة لمدينة عبر تركيا، ولكن لم يعانوا مثل ما عانا، أو عليهم أن يثبتوا ذلك. نحن انتقلنا بطريقة غريبة جدا. الآن الكثير يخرجون قوانين الأرمن والمذابح والعبادة، ولكن الآن العالم لا يعرف عن مشكلتنا، لم يسمع بنا أبدا، وبالتالي نحن أخذونا إلى ربما بعض جزء منا ذهب إلى ألاسكا أو ذهب به إلى ألاسكا. هدفنا وغايتنا أن نعرف عن نفسنا ونغرف عن مشكلتنا وأن نبحث عن أنفسنا التي ضاعت وتبعثرت. أقول للأرمن، أقول للجورجين، أقول للروس، أقول لأوروبا، الآن نحن تحت أعينكم وتحت منظركم حصل لنا كل هذه الأمور، الإبادات والمجازر والتوزيع والنفي. أنتم تتكلمون عن الأرمن الذين نقلوا من مدينة إلى مدينة في تركيا، ولكن ماذا عنا؟ ماذا عنا نحن الذين قتلنا ونفينا إلى كثير من الدول والمناطق؟ أين الاتحاد الأوروبي؟ أين العالم؟ أين الأمم المتحدة؟ أين حقوق الإنسان؟ نحن أصبحنا في التاريخ نسينا. الآن إسرائيل تقتل فلسطين، لماذا تسكتون عن ذلك؟ ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي والعالم؟ ولكن نحن يجب علينا أن نقول كأتراك هاسكا، أنا كنت في ألمانيا وأنهيت الجامعة في ألمانيا. عندما تقولون في ألمانيا أجانب، يعرف أو يأتي إلى الذهن الأتراك والعرب المسلمون، إيطاليا واليونان مثلا لا يقولون عن هذا الأمر. وبالتالي نحن ذنبنا بالنسبة لنا، رؤيتنا نحن ذنبنا أننا أتراك ومسلمون، وبالتالي هذا هو ذنبنا الذي عوقبنا عليه. ماذا تقول في دقيقتين أستاذنا الكريم، ماذا تقول للأمة المسلمة عمليا التي باتت تشهد ربما ربيعا عربيا، ربما أحداث غزة اليوم فجرت هذا النوع من التضامن الإسلامي الإسلامي، ربما تكون شرارة تغيير عملي على مساحة الجغرافيا عامة، ماذا توجه من رسالة إلى هذه الشعوب المسلمة عمليا وإلى قياداتها السياسية؟ في الحقيقة رسالتي هي كالتالي، كما ذكرتم قبل قليل، أن لدينا مشهد واضح الآن، إسرائيل تعتمد على فلسطين في غزة، ليس لدينا أي فرق بيننا وبينهم. نحن أيضا نفس الحالة نريد من الدول العربية والإسلامية، نريد من العالم كما أقول دائما أن يكون لديهم دليل في أيديهم، يكون هناك وثائق وأدلة. قبل 68 عاما حصلت إبادة جماعية، وحصل هناك نفي قسري لهؤلاء الناس المسلمين الأتراك، وبالتالي أتكلم باسم الوقف وباسم أهلنا في هاسكا، أطلب الدعم المادي والمعنوي، والدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي منهم جميعا. وليس نحن فقط كما ذكرت قبل قليل، كل كثيرون حول، هناك كثير من الأثار، هناك تتار، وهناك قوميات أخرى إذا كانت موجودة كثير وزعوا. وبالتالي في عام 1956 كان هناك دول القرم وما شابه، كان هناك قوانين وبعضهم عاد إلى بلدانه، ولكن نحن لماذا لم نستطع أن نعود؟ دكتور نزار، لم نستطع أن نعود لأننا قريبون من حدود تركيا ولأننا مسلمون، وبالتالي الآن أوضع الأرمن في مناطقنا هناك ليحوطوا بتركيا وليأخذوا من أراضينا، ويريدون أن يوحدوا تلك المناطق لتكون على حدود تركيا، وهذا يجب علينا المواطنون والسياسيين التركيين عليهم أن ينتبهوا هنا. الآن لديهم باب على أرمينيا وباب على قوقاز وأيضا باب أهسكا، وبالتالي يجب علينا أن نعيد فتح باب أهسكا الذي تنفتح منه تركيا على العالم وعلى أوروبا. إذا هناك أسست جمهورية معينة سوف تحاط تركيا، أو يكون هناك حدود وموانع بينها وبين القوقاز. هذه الجغرافيا هي عابقة بالتاريخ، وأيضا هي مفعمة بالثروات الطبيعية، هذه المنطقة حساسة جدا، ولذلك ربما أصر ستالين على تهجيركم منها، لأن فكر ستالين كان إقصائيا بدرجة كبيرة جدا. لكن هذه المعاناة، بما أنكم اليوم تؤسسون وقف أهسكا، تدلون بذلك على أنكم لم تنسوا أهسكا ولن تنسوها، وستعودون إلى بلادكم يوما، ولن يضيع حق وراءه مطالب. مأساتكم كمأساة الشعب الفلسطيني، ولكن اليوم بشريات الخير تقترب، وإن شاء الله بشرياتكم تزف لكم قريبا من أهسكا وفي أهسكا. أستاذ محمد أغوز، رئيس جمعية أتراك أهسكا، نتقدم لكم بجزيل الشكر حقيقة على وجودكم معنا في استديوهات الألوان السبعة، وتحياتنا إلى هذا الشعب المشرد الذي يسمعنا ربما، والذي نبرق من خلال شاشة التركية له كل المحبة. وإليكم أحبانا الأكارم، الآن جولة جديدة في رحاب الكاريكاتور،
لوحة جديدة بلا تعليق. الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال في فلسطين وعمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما، مركزية فلسطين، المياه وقضية الثورات العربية، ملفات كثيرة تم طرحها على ضيف البرنامج الأستاذ عبد الباري عطوان الإعلامي الكبير، قراءة خاصة في مشاهد الثورة السورية والربيع العربي ومركزية القضية الفلسطينية التي ربما بتنا نشاهدها اليوم رأي العين، قراءة خاصة مع زميل رامي عبد العال. فلسطين نسيت بالكامل في غبار الثورات العربية، هكذا عبر عن أسفه عبد الباري عطوان الكاتب الفلسطيني المخضرم أثناء لقائه مع فريق برنامج الألوان السبعة الذي تناول العديد من الملفات العربية والدولية وخصوصا الثورة السورية، الثورة التي أصبحت حربا بين النظام والشعب وتداعيات تلك الثورة على المنطقة. الملف السوري خرج من إيد سوريا وخرج من إيد تركيا وخرج من إيد العرب، نحن نشاهد حربا بالنيابة على الأرض السورية، حربا بالنيابة بين إيران والمملكة العربية السعودية، حربا بالنيابة بين السنة والشيعة، حربا بالنيابة بين موسكو وواشنطن، حربا بالنيابة بين قوى إقليمية في المنطقة. فللأسف الملف السوري أصبح أكثر تعقيدا مما تصورنا بعد 20 عاما من بدء الانتفاضة السورية السلمية. لا أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا سيحدث، يعني نحن نرى صراعا عسكريا في الوقت الحالي في سوريا، وليس انتفاضة سلمية مثل ما كان الوضع عليه في البداية، ونرى حالة استقطاب إقليمي واستقطاب دولي على الأراضي السورية. وسألنا الصحفي المخضرم عن دور الدول الكبرى في حل المشكلة السورية وهل الانتخابات الأمريكية ستكون الفيصل في حلها، فقال: لا أعتقد أن الانتخابات الأمريكية ستؤثر على الوضع في سوريا. الرئيس أوباما رئيس يكره الحرب، يعني عندما جاء إلى السلطة قرر سحب قواته من أفغانستان في 2014، سحب قواته من العراق العام الماضي، ولا أعتقد أن شخص يسحب قواته سيعيد هذه القوات لحرب أخرى ربما تستمر سنوات. يعني الحرب العراقية استمرت 10 سنوات، الحرب الإفغانية 12 عاماً أو 11 عاماً، يعني هل وهذه حروب سهلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا توجد فيها تدخلات خارجية. الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات في فلسطين والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية التي استغلت انشغال العالم بالثورات العربية كانت من الملفات التي أشار إليها ضيفنا. نعم، للأسف فلسطين نسيت بالكامل، وربما هذا ما أسعد بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ظل يركز طوال الوقت بأن الخطر في المنطقة هي إيران، واستطاع أن يقنع العالم بأن إيران هي الخطر، وبحيث أنهم ينسوا الانتفاضة الفلسطينية، ينسوا القضية الفلسطينية، ينسوا عملية الاستيطان الإسرائيلية المتغولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينسوا عملية السلام التي انهارت بالكامل ولم يعد لها أي وجود، ينسوا مبادرة السلام العربية التي كانت عبارة عن عجلة إنقاذ لإسرائيل. أما عن الثورات العربية والتحديات التي تواجهها من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي يرضي طموح تلك البلاد وشعوبها، فيرى ضيف الألوان السبعة: لا شك أن الثورات العربية حققت إنجازات كبيرة وأهداف كبيرة، يعني أن تطيح بأنظمة ديكتاتورية فاسدة فهذا إنجاز عظيم، يعني في مصر يتخلصوا من نظام الرئيس مبارك يعني كانت إنجاز كبير، في ليبيا أن يتخلصوا من نظام العقيد معمر القذافي فهذا أيضا إنجاز كبير. سوريا وفق التحليلات لن تكون المحطة الأخيرة في مسلسل سقوط الرؤساء العرب من الجيل القديم، ألغاز ولوغاريتمات كثيرة صعبة التفسير تزداد صعوبة مع استمرار الأزمة السورية وتواصلها شهرا بعد شهر في ظل ارتفاع مرعب لأعداد القتلى واللاجئين في الداخل والخارج.
وقراءتنا الثانية في نوافذ الصحة، حيث اخترنا لكم قراءة خاصة في عسل أنزر. عسل أنزر المعروف بجودته وارتفاع ثمنه يمثل حالة نادرة ومتفردة من الغذاء المتكامل. صحيح أن ثمنه باهظ جدا، ولكن فوائده النابعة من كون النحل تقف على زهور خاصة تصنع منه رحيقا مميزا وبصفة خاصة. إلى نوافذ الصحة وعسل أنزر. تشتمل هضاب منطقة شرق البحر الأسود على جمال فريد، وليس كونها منطقة إنتاج عسل أنزر هي ميزتها الوحيدة فقط، بل هي أيضا محضن العديد من الزهور التي جعلت من المنطقة موطنا لها، وهذا سبب قوي جعل منها محطة اهتمام من طرف العديد من السياح المحليين والأجانب على حد سواء، ناهيك عن قممها التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر وغاباتها التي تناهز 2000 متر. هضاب كاتشاكار الواقعة على جبال كاتشاكار تميزها حياة جد غنية، فجدول كاتشاكار يجري على طول الوادي ويصب في جدول فيرتينا، وهي من أندر الهضاب لاحتوائها على مختلف عناصر ثقافة الهضاب، وهي مكان يستحق الزيارة والتجوال أو حتى جعلها موطنا للعيش بفضل طبيعتها ومناظرها وبيوتها الحجرية التاريخية، والأهم من كل هذا جمالها الطبيعي الذي جعل منها منطقة عذراء. هذه الجماليات تقدم لكم أنفع منتج للطبيعة وهو عسل أنزر، اجتاحت شهرته العالم بخاصيته الشفائية التي تميزه. ففي منطقة أنزرين هناك ما بين 450 و500 نوع من الزهور البرية، ومن 80 إلى 90 نوع منها تنبت هناك فقط، لذلك اكتسب هذا النوع من العسل المنتج هناك شهرة واسعة بعلاجه لأمراض شتى. يستعمل عسل أنزر في معالجة أمراض عديدة، ويزيل الآلام المختلفة، ويسهم في تطبيب الجروح، ويزيل تصلب الشرايين وانسداد الأوردة، وينفع في إزالة البقع الجلدية ويقوي العضلات. بفضل هذه الخصائص التي تميز عسل أنزر يمكن بيعه وهو لا يزال في خليته. مأساة الإنسان، رحلة عذاب ممتد بسبب نزاعات السياسة وتعارض الرؤى. يعيشون في الصحراء ويسكنون الخيام منذ عقود، ويبحثون عن مغيث أو من يشعل لهم مشعل أمل. الهلال الأحمر الصحراوي وجهوده الإغاثية، بعد قليل في الألوان السبعة. ومشوارنا مع حضراتكم ممتد، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير نستأذنكم به لنعرض لكم شيئا، بعده نعود لمواصلة جولتنا وما بجعبتنا. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. جولتنا في عالم المؤسسات ذات البصمات الإبداعية تحملنا إلى مكتبة السلطان عبد المجيد. السلطان الذي جمع في مكتبته خلاصة العلوم والمعارف، أكثر من 10,000 كتاب ومجلد ومخطوط، ناهيكم عن المجلات والدوريات الوافدة من العالم العربي والغربي على حد سواء. كنز معرفي ينتظر الباحثين هناك، وزميلتنا رشيدة الفطماوي تحملنا إلى دنيا المؤسسات والبصمات.
المكتبات ذاكرة البشرية. البشرية مدينة جدا للمكاتب وعمالها، حيث إن مسيرة وجود وتفكير البشرية مخفية في المكتبات. ومن إحدى هذه المكتبات مكتبة عبد المجيد. مكتبة الخليفة الأخير عبد المجيد أفندي في قصر الدرم باشا مهمة جدا، لأنها تظهر كيفية متابعة الأحداث في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. مكتبة ابن السلطان عبد المجيد أفندي مجموعة مهمة، تم نقل المكتبة الواقعة في غرفة ابن السلطان بقصر فيريا إلى قصر الدرم باشا بعدما أصبح عبد المجيد أفندي خليفة عام 1922. استعمل قصر الدرم باشا كمقر رسمي له، وتم نقل مكتبه إلى غرفة السلطان في قسم المابين. في المكتبة 10867 كتاباً بلغات تركية وعربية وفارسية وألمانية وفرنسية، وفيها 700 صحيفة و3829 مجلة من المصادر المحلية والأجنبية لذاك العهد. وللألبومات والمؤلفات النادرة والكتب المكرسة لعبد المجيد أهمية أخرى، من الجدير بالذكر بأن في مكتبة الخليفة المعروفة بهويتها الفنية كتب فنية بالغة الأهمية. تجب دراسة المكتبة لأجل الفهم والتعرف على الخليفة الأخير للدولة العثمانية الأخيرة، وأثبتت أعمال الجرد التي أقيمت بها في السنوات الأخيرة بأن مصطفى كمال أتاتورك من مؤسسي الجمهورية التركية استعمل المكتبة، وكان يتم إرسال الكتب من المكتبة إلى قصر تشانقايا بين الفينة والأخرى. كما تم تسجيل كتب جديدة للمكتبة في عهدي أتاتورك وإنونو، ولكن لم تقع أي إضافة بعد ذلك، فالمكتبة التي لها مكانة مهمة من هذه الناحية أيضاً تنتظر الباحثين. قلعة ياروس قلعة بنيت لتكون حصناً عسكرياً في موقع عسكري استراتيجي، ولكنها مع الأيام ومع التقدم التكنولوجي وتغير خطوط الجغرافيا باتت معلماً من معالم السياحة البارزة في الحدود الجغرافية التركية. قلعة ياروس وموقعها لا سيما في فصل الصيف نتطلع إليه في تقريرنا الآتي ومعالم سياحية. أناضول كافاي من أحياء فضاء بيكوز. قلعة ياروس المتربعة على تلة مطلة على نقطة الالتقاء بين بحر مرمرة والبحر الأسود لا زالت باقية منذ العهد الروماني، وتشكل مصدرا أساسيا للسياحة في الحي. عنصر سياحي آخر في الحي هو مطعم السمك، بفضلهما يجذب الحي في الشهور الصيفية كثيرا من السياح، يبلغ عددهم 4 أو 5 أضعاف سكان الحي. وبينما يفضل السياح المحليون الذهاب بالبر، يفضل السياح الأجانب باخرة الرحلات التابعة لخطوط المدينة. تبدو القلعة على مدخل البوسفور للبحر الأسود فوق تلة في الضفة الأناضولية. يسمي الشعب هذه القلعة التي سيطرت على أناضول كافاي بقلعة ياروس، أو باسمها الآخر الأكثر انتشاراً قلعة جينوا. يعتقد أن مصدر اسم قلعة ياروس هو كلمة الأوروس التي تعني الجبل والتلة في اللغة اليونانية، ولكن أكثر الشروح شيوعاً هو أن مصدر هذا الاسم هو معبد بني هناك لأجل مساعدة الإله زيوس إله الرياح الجيدة، وذلك وفق المعتقدات البائدة لتسيير السفن القاصدة البحر الأسود بسلام في هذه المياه المخيفة. ويعتقد أن كلمات آياس أو أوروس تحولت إلى يوروس في اللغة الشعبية. القلعة ليست مبنى جينوا كما يعتقد، حسب تقنية الجدران وبعض العلامات الملحوظة في بعض الأماكن المختلفة، هي في الأصل مبنى بيزنطي. الجونيون حاولوا السيطرة على الطرق التجارية التي تبدأ من آسيا وتصل إلى البحر الأبيض المتوسط وشواطئ غرب أوروبا، وذلك مرورا من البحر الأسود في فترة ممتدة من القرن 13 حتى القرن 15، وأسسوا في بعض الأماكن معاقلاً لتكون مرساً لسفنهم. ومعروف كذلك أنهم أسسوا بعض المستعمرات للجوء سفنهم.
في القسم العلوي للقلعة وبين البرجين العظيمين بشكل نصف دائري باب يفتح إلى الأرض في الخلف، ويلاحظ على الطرف الخارجي للأبراج صلبان منخوشة ومكتوب عليها حروف تمثل صفة واسم عيسى عليه السلام. في الحملة التركية التي شنت لفتح إسطنبول ضبطت هذه القلعة واستقرت فيها القوة العثمانية، وبعد إنشاء معاقل حديثة تحمي البوسفور في العهد العثماني فقدت قلعة ياروس أهميتها العسكرية وتحولت إلى منطقة تنزه، وفي القرون الأخيرة استعملت كمكان للتنزه يستفيد منه الشعب في جو البحر الأسود البارد خاصة في الشهور الصيفية الحارة. في وقت تتفجر فيه الصراعات في الكثير من البقاع الجغرافية على امتداد رقعة العالم العربي والإسلامي، نحب دوما أن نسلط الضوء على القضايا الشائكة في حياتنا والتي نتمنى حقيقة أن نشاهد حلا موضوعيا لها، ولكن في ظل تعثر خطوات الحلول لابد لنا أن نطرح العديد من القضايا التي تتصل بهذا الشأن وهذا الجانب تحديدا. تركيا بمؤسساتها الإغاثية ويدها الخيرية الطويلة تمتد إلى كثير من البقاع، ولكن هذه البقاع مطالبة بتأسيس هيئاتها الإغاثية الداخلية. اليوم يحل علينا ضيفين كريمين من الصحراء الغربية، داعية إسلامي وإمام مسجد، اسمحوا لنا أن نرحب به الأستاذ الشيخ محمد علي بشري، أهلا وسهلا بكم والأستاذ محمد الأمين سيدي الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر الصحراوي، أهلا بكم في استوديوهات الألوان السبعة. سنبدأ معكم يا ضيفينا الكريمين، ولكن اسمح لنا بداية أن نتابع مع مشاهدينا الأكارم هذه القراءة الخاصة لواقع المعاناة الموجودة في الصحراء الغربية وضرورة العمل الإغاثي للاجئين في تلك المنطقة. قضية الصحراء الغربية من القضايا العالقة في الأجندة السياسية منذ قرون طويلة، قضية تتزاوج فيها تداخلات التاريخ والديموغرافيا والسياسة والمصالح وأيادي الغرب على حد سواء. الشعب الصحراوي الذي يسعى إلى تحصيل حريته وفق توصيفه، ونتيجة لكل الظروف التي مرت بها المنطقة اضطر للعيش في الخيام والملاجئ القصرية على الحدود مع جيرانه لا سيما مع الجزائر. الأوضاع الإنسانية لعشرات آلاف العائلات المهجرة واللاجئة تنتظر المعونات بشغف كل شهر لتستطيع أداء واجباتها الحيوية، ولكنها قبل المعونات الإغاثية تنتظر شعاع أمل لمأساة امتدت على مدار سنين. الناشطون في المخيمات ينشطون من أجل تحصيل العديد من المجالات الحقوقية والسياسية والإغاثية لشعبهم الذي يعيش في الخيمة، وفي تركيا يتواصلون مع بعض الجهات الإغاثية طمعا بتنسيق أعلى فيما بين هذه الجهات لا سيما مع الهلال الأحمر الصحراوي ونحوه من الجهات الإغاثية العاملة. ونبدأ بالترحيب مجددا بالشيخ محمد علي بشري الداعية الإسلامي وإمام المسجد الصحراوي، أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا. كيف تقيم بداية يعني العلاقات ما بين تركيا وما بين شمال إفريقيا عموما، وما هي طبيعة الزيارة التي قمتم بها إلى هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تركيا لها علاقات جيدة، وهذه العلاقات تكون جيدة أكثر عندما ينتشر الفعل الخيري والمساعدات الإنسانية لتركيا في كثير من البقاع التي تشهد هذه المشاكل أو هذه القضايا، مع أن تركيا لها علاقات جيدة في علمنا مع بقية الدول، كامل الدول العربي شمال إفريقيا وخاصة الجزائر وموريتانيا، ولها الدور الأساسي والريادي في إقامة الحلول التي تناسب كل قضية على حدة، مع أن هذه العلاقات كذلك نراها جيدة
في بقية الدول كما نرى ونطالع في الإعلام. نعم. اسمح لي هنا أستاذ الكريم أن أوجه سؤال إلى ضيفنا الكريم الناطق والإعلامي باسم الهلال الأحمر التركي. هل ترى أن هذه العلاقة فاعلة فعليا؟ هل يمكن استثمارها من الطرف العربي عمليا وليس من الطرف التركي؟ هل يمكن لنا أن نستفيد من طبيعة هذه العلاقة الممتدة مع العالم العربي؟ أعتقد أنه بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر إلى قناتكم المحترمة على إتاحة لنا هذه الفرصة. أعتقد أن تركيا التاريخ، تركيا القوى تقريبا الإسلامية الأولى كقوة اقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا، تركيا قادرة على أن تلعب دور فاعل ليس فقط في منطقة شمال إفريقيا لكن في كل بقعة الصراع التي يعاني منها عالمنا الإسلامي. أعتقد أن تركيا وأعتقد أن الدول العربية مطالبة باستثمار هذه العلاقة، استثمار القوة التركية، استثمار التحالف مع تركيا. تركيا في شمال إفريقيا لها علاقات ممتازة مع جميع الدول ومع جميع الأطراف. صحيح. تركيا في وكذلك مع القارة الإفريقية، تركيا دولة قادرة على أن تساهم بشكل فاعل في إيجاد حلول. نحن هنا نتحدث أعتقد عن قضية الصحراء الغربية. تركيا كدولة فاعلة في الأمم المتحدة وهي قضية الصحراء الغربية قضية مسجلة على جدول تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة. تركيا قادرة على أن تلعب دور فاعل في إيجاد حل بين طرفي النزاع. تركيا قادرة على أن تسهل من إيجاد إمكانية إيجاد حل سريع لهذه الأزمة. الأزمة عمرت طويلا، الأزمة دفعنا ثمنها في المنطقة غاليا، الأزمة طال عمرها أكثر مما يجب. الأزمة في حقيقتها هي أزمة قضية تصفية استعمار، شعب على العالم كله أن يقف إلى جانبه ليمكنه من حقه في تقرير المصير. نعم حضرة الشيخ، أنتم هناك تعيشون سواء في المخيمات يعني التي تعيش حقيقة ظروفا مأساوية صعبة هناك، هل هناك حاجة ماسة عمليا لتدخل إغاثي، لتدخل إنساني، لتدخل من العالم العربي والإسلامي عمليا لإغاثة الذين يعيشون في هذه الخيام أستاذنا الكريم؟ نعم هناك الحاجة الماسة لرفع هذه المعاناة التي طالت أكثر من 36 سنة. هذه المعاناة التي يعانيها هذا الشعب منذ ذلك الزمن مع ما رافقت الحرب من مأساة الحرب الشرسة التي لا ترحم. الشعب الصحراوي اللاجئين الآن أن يعانون من تلك الآثار، مع أن معاناتهم كذلك تزداد عندما يكون المكان صعب والطبيعة قاسية والظروف المعيشية قاسية. في هذه الظروف أستاذنا الذي ذكرها الشيخ، هل تتفاعلون أنتم كهلال أحمر صحراوي مع هذه القضايا؟ هل لديكم قراءة خاصة؟ نعم. بالاحتياجات الموجودة، هل لديكم يعني الشيخ هنا يذكر عن حالة إنسانية صعبة تحتاج إلى تدخل مؤسسي وليس نعم. تدخل صحيح. شخصي أو صحيح. تدخل صحيح. قراءة ميدانية للاحتياج. قبل أن أقدم هذه القراءة أريد أن أعرف باللاجئين الصحراويين. أول اللاجئين الصحراويين أو ما يميز حالة اللجوء أن هناك 200,000 لاجئ في مخيمات اللجوء في جنوب الجزائر في مدينة تندوف. ما يميز هذه اللاجئين أقدم حالة لجوء مسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنهم كذلك لاجئين في ظروف صعبة جدا، أي أنهم يعتمدون بشكل مطلق على المساعدات الإنسانية. إضافة إلى ذلك أن المعيار الذي تعامل به أو تقدم بهذه المساعدات هو معيار يعرف في 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 في, في قوانين المنظمات الدولية بمعيار الاستعجال، أي أنهم الخيام أو توزيع المياه الحاجة فترة قصيرة، لكن الفترة اللجوء طالت أكثر من 35 سنة وما زالوا اللاجئين الصحراويون يعاملون بهذه المعايير، معايير الاستعجال. ما أريد أن أؤكد عليه شيئا آخر هو أن هؤلاء اللاجئين هم لاجئين قضية سياسية، بمعنى أنهم ليسوا لاجئي مجاعة وليسوا لاجئي كوارث طبيعية، هم لاجئي قضية سياسية، وحل إنهاء مأساتهم الإنسانية يعتمد أساسا على إيجاد حل لقضيتهم السياسية. ما هي قضيتهم السياسية؟ شعب شرد من أرضه بظلم وعدوان وجور، حله وما يطالب به طالب فقط بحقه في تقرير المصير. رفع السلاح في وجه عدوه الظالم المغتصب، ولكن الأمم المتحدة تدخلت بعد 20 سنة من الحرب وقالت لهؤلاء اللاجئين سوف نمكنكم من حقك في تقرير المصير. الصحراويين شعب مسالم، شعب يعرف أن الحرب كارثة على الجميع، لكن
نحن نعرف ونتمنى أن يدركوا الإخوان المغاربة أن الحرب إذا كان هناك من سيكون خاسرا عظيما في هذه الحرب هم الحرب خسارة، الطرف خسارة وكارثة. الإخوة يبقى في الدرجة الأولى في التقييم البعيد. نعم نعم، أتمنى فقط حاليا أكمل فكرتي أن هؤلاء اللاجئين ميزتهم كذلك أنهم منظمين. هؤلاء اللاجئين أن نحن نعمل في هذا في مخيمات اللاجئين معنا، كل المنظمات الدولية تعمل معنا وكل التقارير تشهد بأن هؤلاء المخيمات منظمة تنظيم عالي، لكن كذلك عندنا مؤشرات صعبة جدا. نحن في دراسات تقيمها المفوضية اللاجئين من كل عامين، في آخر دراسة لها أظهرت أرقام كارثية، أرقام خطيرة. هناك انتشار فظيع لسوء التغذية والأنيميا. هناك من كل 10 نساء صحراويات في مخيمات اللاجئين الصحراويين 7 نساء تعاني من فقر دم. في كل 10 أطفال من أطفال اللاجئين في مخيمات اللاجئين الصحراويين هناك 6 أطفال يعانون من فقر دم وبطء النمو. إذن هناك أرقام ومؤشرات صحية مقلقة جدا. نتمنى من العالم، من كل المنظمات الدولية، من كل المنظمات الإغاثية أن 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 تطلع على معاناة هؤلاء اللاجئين وأن يساهموا قدر المستطاع في تخفيف من معاناتهم الإنسانية. نعم، فضيلة الشيخ، كداعية هل دور الدعاء هناك يقتصر على تصبير الناس أم لديكم دعوة في بناء الإنسان عمليا وتكوين فكره وهويته هناك؟ ما هو الدور الذي تقومون به عمليا هناك في المخيمات وفي مواقع الاحتياج الكبرى؟ نعم، دورنا هو دور رسالة سماوية الإلهية، دور الإسلام في بناء الإنسان المتحضر، الإنسان الذي يؤمن بالله ويحترم الآخر ويقدر كيف يعيش ويعمل على أن يقوم على أساس من العدالة بين الإخوة المسلمين، وتثقيف كذلك الناس وتعليمهم بدينهم وتعليمهم وإرشادهم لضرورة الاحتكام لهذا الدين الذي هو دين الحق ودين العدالة ودين ليس فيه الظلم وليس فيه العدوان، بل هو دين التسامح والتراحم والتآخي بين الأمم. أشكرك جدا حقيقة أستاذنا الكريم، بواقع خبرتكم التخصصية وكناطق إعلامي للهلال الأحمر، هل هناك تفاعل بينكم وبين الهلال الأحمر التركي؟ هل لديكم مشروعات تقام على الأرض مثلا هناك أم أنكم تتصدرون للعمل لوحدكم هناك؟ لا صراحة، حقيقة علاقتنا مع الإخوة في تركيا ليس مع الهلال الأحمر التركي، لكن مع بعض الجمعيات الفاعلة في تركيا. كان في فترة الأخيرة أصبح أدرك الإخوان في تركيا أن هذه المعاناة الإنسانية يجب أن تحظى بتدخل من تركيا. تركيا الرسمية لا، بمعنى تركيا المنظمات الأهلية لدينا علاقات جيدة جدا مع هذه الجمعيات، وهي الآن تتفهم واقعنا، قامت بزيارة ميدانية لهذه المخيمات، اطلعوا على معاناتهم، ساهموا في بعض المشاريع التي كان لها تأثير بالغ على نفسية هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء اللاجئين اعتمدوا بشكل مطلق على المساعدات التي تأتي من الجمعيات الأوروبية بالدرجة الأولى، وكانوا يستغربوا حتى أن استغربوا وجود جمعيات إسلامية أو عربية. نحن من هذا المنبر الكريم نشيد إشادة كبيرة جدا بمبادرة الإخوان في جمعية عقبة وجمعية البشير وفي حجر الصدقة كمنظمات تركية اطلعت على واقع اللاجئين الصحراويين، تساهم معنا بمساهمة فاعلة. نحن الآن نرقب في فعل أهم المساعدة الإنسانية هو تكسير جدار الصمت. هؤلاء اللاجئين منذ 35 سنة هناك الكثير من المواطنين لا يدركون معاناتهم ولا حجم معاناتهم. نحن هنا نشير بهذا الدور ونطالب تركيا، نطالب الهلال الأحمر التركي أن يساهم، نطالب جمعيات الأهلية التركية الأخرى أن تطلع على واقع اللاجئين الصحراويين وتساهم معنا. ماذا تقدمون كهلال الأحمر؟ يعني أنا إنسان لاجئ أعيش في هذه الخيمة، ماذا تقدمون لي عمليا؟ نعم، كيف تقرؤون وضعي؟ هل هناك دراسات فعلية للاحتياج؟ وهل هناك أوجه للعطاء أيضا؟ نعم، نحن في الهلال الأحمر الصحراوي نقدم نشرف على جميع العمليات اللوجستيكية الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية. نحن لدينا سلة غذائية توزع بشكل شهري، لدينا سلة غذائية يوزعها برنامج غذاء العالم، لكن يوزعها بشكل مباشر على اللاجئين الهلال الأحمر الصحراوي. نحن نوزع على هؤلاء اللاجئين على الخيم بشكل دوري وبشكل دائم، ونوزع عليهم أدوات النظافة واحتياجاتهم، ونوفر تغذية مدرسية للتلاميذ في المدارس. نحن في الهلال الأحمر الصحراوي نعتمد اعتماد مطلق على هبات المنظمات الدولية التي تساهم، لكن الهلال الأحمر الصحراوي يقدم ويساهم مساهمة فاعلة في إيصال هذه المساعدات للاجئين، توزيعها بإنصاف وبعدالة وبشكل منظم، هذا هو الأهم. نحن
لدينا سلة غذائية بشكل شهري نوزعها على هؤلاء اللاجئين بشكل فيه درجة من التنظيم، درجة عالية جدا، حظيت بإشادة كثير من المنظمات الدولية. عندنا شركانا في برنامج غذاء العالمي يشيدوا إشادة كبيرة بتنظيم هؤلاء اللاجئين، أصدقائنا في المفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يدركون جيدا الحجم الجهد الذي تبذله مؤسسة الأحمر الصحراوي، وهي مؤسسة تعتمد اعتماد مطلق على اللاجئين على فعل التطوع كلاجئين يخدمون أنفسهم في كل مخيمات. نحن لدينا في مخيمات اللاجئين الصحراويين 5 مخيمات كبيرة، وفي كل مخيم فيه من 6 إلى 7 مخيمات صغيرة. نقوم بتنظيم هؤلاء اللاجئين ليكون إيصال المساعدات لهم بشكل منتظم وبشكل سلس. أستاذنا الكريم، هنا بقيت أمامي يعني 3 دقائق عمليا، سأعطي دقيقة ونصف لفضيلة الشيخ ويعني دقيقة ونصف لكم. أنتم أستاذنا الكريم هل تلمسون عمليا أثر هذه المساعدات، وبماذا توجهون المنظمات الإغاثية في العالم العربي والإسلامي للتعامل معها؟ نعم ندرك تماما ذات تلك الأهمية، ولكن للأسف أننا نرى أن تأخر للمنظمات العرب أساسا والمسلمين عامة، ونأسف لأن هذه طيلة هذه 35 سنة لم يكن يدعمنا إلا منظمات خيريات أوروبية فقط، وأول جمعيات إسلامية يأتون باسم الإسلام والأخوة الإسلامية هم هذه الجمعيات عقبة وبشير الجمعيات التركية وجزاهم الله خير. ونأمل في إخواننا المسلمين في كل بلد وفي خاصة وفي العرب أساسا أن يتفهموا واقعنا وأن يكسروا حاجز التعتيم الإعلامي علينا، وأن يزوروا ويروا بأعينهم ويطلعوا على الحق، لأننا لاجئين على حق والحق سيعلو بإذن الله. أستاذنا الكريم، لماذا توجه كنطق إعلاميا للهلال الأحمر التركي؟ نعم، أنا قبل أن أريد أن نقول أن أقول أن هناك مشكلة حقيقية. هذه القضية، هؤلاء اللاجئين قضيتهم هي قضية سياسية، لذلك إيجاد حل هذه المشكلة السياسية سينهي المأساة الإنسانية. أريد أن أؤكد على أننا في زمن ديمقراطية، وأن حل هذا الإشكال سيكون ديمقراطي، استشارة شعبية للشعب الصحراوي يمكنه من حسم خياراته المستقبلية. أريد أن أوجه رسالة أخيرة باسم الهلال الأحمر الصحراوي، أننا نناشد كل المنظمات الدولية والمنظمات الفاعلة التركية الإسلامية وحتى المنظمات العالمية على أن ينتبهوا، لأن هناك مأساة إنسانية، هناك مشكلة إنسانية في هذه المخيمات. نتمنى أن يساعدوننا في إيجاد حل لهذه الإشكاليات، وأن نقدم ما استطعنا لتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين الذين لمعلومات الجميع هم أصحاب قضية سياسية يريدون أن يحققوا هدفهم الذي أتوا من أجله من البداية، وهو تمكينهم حقهم في تغيير المصير. نعم، الأستاذان المحمدان، اسمح لي هنا بقراءة خاصة. أنا شخصيا يعني ربما تتفاجأن مما سأطرحه في آخر دقيقة هنا. نعم. أنا شخصيا لا أتمنى قيام جمهورية صحراوية ولا مغربية ولا جزائرية ولا تونسية ولا فلسطينية ولا عراقية حقيقة في ظل هذا الربيع العربي الذي نتمنى أن نكون أمة واحدة، نتمنى أن نكون شعبا واحد حتى لا يظلم الأخ أخاه ولا يعتدي الأخ على أخيه، ونتمنى أن نعيش بسلام واستقرار، ونتمنى لكم كل الخير عمليا، ونتمنى لإخواننا الذين يعيشون في هذه المخيمات حياة آمنة هانئة مطمئنة بإذن الله في ظل الخير وفي ظل المعرفة وفي ظل الحق والفضل والفضيلة. وبعد شكر ضيفينا الكريمين، اسمحوا لنا أحبائنا الأكارم أن ننتقل وإياكم إلى عالم الكاريكاتور وقراءة خاصة بعيون ديميرهان كادي أغلو. غابت شموس لقائنا، لكننا نرجو اللقاء ولا نطيق فراقا. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم أحبائنا الأكارم، بدأناها بالمحبة وأيضا هو ختام مشروع بالمحبة لكم جميعا حيثما كنتم على امتداد عالمنا العربي والإسلامي. لكم من فريق برنامج الألوان السبعة كل المحبة، ولكم مني نزال الحرباوي كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.